لو اتعودت تخلص او تنهي الحاجة اللي انت بدأتها، حرفيا حياتك هتتغير تماما. خدت الكونسبت دي وطبقتها في حياتك وعودت عقلك على الفكره دي انك لازم تخلص كل حاجه انت بداتها، حرفيا هتلاقي تغير في حياتك، واللي هو مش على مدى بعيد، لا ده على مدى قصير جدا، وهتلاقي ان اول موقف او تاني موقف بدا التغيير يحصل في حياتك وتحس فعلا ان في فرق. واكبر مثال على الموقف ده انك تخلص الحاجه اللي انت بداتها الجيم، ده اكبر مثال او اكتر مثال ممكن نطبق عليه الكلام اللي احنا قلناه. انت خدت قرار ان انت تروح الجيم او خدت قرار ان انت هتعمل جسم كويس، ففكره بقى ان انت تيجي في النص تقول انا مش قادر او جسمي وجعني في ظروف او الجامعه او الكلام ده فمخلياني مش عارف ان انا اروح الجيم، يبقى انت كده خسران، يبقى انت كده مش قادر تكمل الحاجه اللي انت قلت عليها او قادر تكمل الاتفاق اللي انت اتفقت عليه اللي انت قلت المفروض انا عايز اكمل. ففكره ان انت اصلا توقف في النص يبقى انت كده بالنسبه للناس انت كده خسران. فطالما خدت القرار فلازم تنهي للاخر عشان تخلصه، حتى لو هتشوف اخرك فين، اخرك في الجيم ايه، هتقف عند ايه، هتوصل اخرك خالص يبقى ايه. لو انت عودت عقلك وعودت حياتك انك لازم تدخل اي حاجه لازم تخلصها، هتفرق معاك جدا في حياتك. خد بقى على كده امثله كتيره جدا، اذا كنت يوتيوبر بقى، اذا كنت داخل ثانوية عامة، اذا كنت بتعمل اي حاجة، طالما دخلت الحاجة دي فلازم تكملها للاخر عشان ما تكونش خسران. اذا كانت بقى الحاجة دي بقى صعوبتها ايه، حتى زي ما انا قلت كده تشوف اخرك في الحاجة دي ايه، تشوف اخرك اخر الطاقة بتاعتك هتجيبها تبقى ايه. لو كنت في ثانوية عامة مثلا وسنة ثالثة تقول انا مش قادر وخلاص انا طاقتي خلصت، لا انت خدت قرار من الاول خالص في سنة اولى ان انت تدخل ثانوية عامة وتبقى مثلا حاجة في كلية، اذا كانت ايه هي الكلية اللي انت عايزها، فلازم دخلت الحاجة دي يبقى لازم تكملها للاخر مهما حصل بقى، لا اما هتكون خسران. لو انت خدت الموضوع كأن الكلام سهل والفعل هيبقى صعب وانا مش هعرف وعقلك مش مستوعب الكلام اللي انا بقوله، فانت ممكن تاخد الموضوع ده كتشالنج او تاخده كتحدي بالنسبة لك او حاجة انت المفروض تعديها. انا دخلت الحاجة دي فانا عايز اثبت للناس كلها ان انا لا انا هقدر اكملها للاخر، انا مش هقف في النص. اذا كان بقى ديلي فلوجز، فيديوهات انت بتعملها، اذا كان جيم انت بتروحه، كأي حاجة. يعني انا كمثال لي، انا المفروض ماشي دلوقتي على كل 4 ايام فيديو على اليوتيوب، مهما حصل انا عايز اكمل الفكرة دي او اكمل المنهج اللي انا ماشي عليه ده، اللي هو كل 4 ايام بيبقى فيه فيديو، مش مهم بقى الفيديو يكون على ايه، بس اللي هو يكون فيه فيديو جاهز ومتمنتج ونازل. مع ان الموضوع ممكن يكون صعب جدا والمونتاج والكلام ده، بس لا انا بتحدى نفسي ان انا بعد 4 ايام لازم يكون فيه فيديو جاهز ومرفوع على اليوتيوب او معمول له ابلود على اليوتيوب والناس تكون بتتفرج عليه، مهما كانت بقى الظروف اللي عندي ايه او جامعتي او جيمي او اي حاجه. ممكن في ناس البروفيشنال اللي بتتفرج على الفيديو بتعمل ديلي فلوج كل يوم شايفه ان الموضوع عادي، ان هو انت بتعمل فيديو كل 4 ايام عادي، يعني ما احنا بنعمل فيديوهات كل يوم. وممكن تاخد بقى ايه على الامثله دي كتير قوي، لا اللي هو انت بقالك شهرين في الجيم ومش قادر تكمل، طب ما انا بقالي 5 سنين فصباح الفل يعني. وهنا تتنقل للفكره اللي بعديها ان انت مالكش دعوه بحد، كل واحد مش نفس الطاقه اللي عند التاني. انت ما تسويش او ما تقارنش نفسك بالناس اللي بقالها 5 سنين في الجيم او بتعمل ديلي بلوك كل يوم على اليوتيوب ومتسيستمه وبتمنهجه، اللي هي كل يوم بتصور وتمنتج في نفس اليوم وتنزلها. انت شوف قدراتك انت ايه، حاول ما تطلعش فوق قدراتك. لما هم يجي يقولوا لك كده بيبقى ده بيبقى عامل احباط ليك، فانت ممكن تاخده بالعكس ان هو لا انت بقالك 5 سنين وعملت كده، فانا ممكن اعمل اللي انت عملته ده في وقت اصغر شويه في وقت اقصر. ان انت خد برده الموضوع برده كتحدي، احنا برده ايه ما خرجناش عن النص بتاع الفيديو. الفكره اللي بحاول الف كده حواليها واروح واجي، وبرده الفكره هي لسه موجوده، ان انت لو بدات حاجه انت لازم تنهيها مهما كانت العواقب ومهما كانت الظروف ومهما كانت اي حاجه. قررت انك تدخل حاجه فانت لازم تنهيها، لاما ما كانش من البدايه اصلا خالص انت كنت تقرر انت تدخلها لو انت فعلا مش قد الحاجه دي. هي دي فكره الفيديو اللي انا بتكلم عليه وبحري في الحوار ده كله، وانا قصدي برضو في الاخر المعنى ده، لو انت مش قد الحاجه ما تنهيهاش لو انت بداتها. بس كده دوس يا كوتش، سلام عليكم.